أحبتي الكرام، موعدكم خلال شهر رمضان على قناة أنفاس تيفي مع قصص الأنبياء. قصص الأنبياء برنامج نحاول من خلاله تسليط الضوء على حياة الأنبياء والرسل آدم ونوح وعيسى وموسى ويوسف وغيرهم كثير من أنبياء الله ورسله. والهدف من هذه السلسلة ليس هو الفرجة والمتعة فقط، وإنما الاقتداء بهؤلاء الرجال. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.